بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا ومرحبا متتبعي قناة الشمولية. شكرا على المتابعة، على اللايك والسبسكرايب اللي تمنحوا لهذه القناة هذه الفتية. نكمل ما بدأناه في البداية، أنه نتبعوا لين اللي شفنا ديال راي لوبيز، دائما مع راي لوبيز، لكن اليوم غادي نشوفوا مقابلة لي مقابلة اللي لعبات مع لاسكر، مع لاسكر إيمانويل لاسكر وساينس سنة 1894 مونتريال يعني كندا. يعني نشوفوا هذه المقابلة هي الأخرى، انتهت بفوز الأسود في هاد راي لوبيز، اللي كما تنعرفوا انه الافتتاحيه ديال راي لوبيز على هذا الشكل هذا، في الوقت اللي تيخوض تيخوض الابيض والاسود، تاخذ بالدي 6 دي برون سي 6. في هذه الحاله كما تلاحظوا انه دي برون سي 6 الابيض تيلعب ب دي كات، لعب بدي كات او برون دي كات، دام برون دي كات، دام برون، يعني هناك تبادل لدام. هنا تيخرج الفيل، هو النقلة ديال دام دي كات، الفيل دي سات. هذا هي المقابلة ديال اليوم اللي عندنا، كافالي برون كافالي دي كاتس، دام برون، دام برون، كافالي برون دي كاتس سي 5. يعني هنا لاحظنا انه اللي شفنا من قبل هي سي فو برون فون سي فون دي سات، هنا لاحظنا انه هناك ساينز قام ب سي 5، يعني سي 5 هي اللي زعزعات، قامت بخلخلة وإزالة هذا الحصان من هذه النقطة حتى يتسنى للأبيض للانتشار على هذا الشكل الشكل، أو الدفاع مرة أخرى بهذا البيضاق، ثم الانتشار ب الفيل، ثم بعدها يقوم ب جرون روك. يعني هذا هو البلون ديال الاسود في هذه المقابله. اذا سي 5 من اجل الضغط على الحصان، كافالي ادوي، نحن كافالي ادوي لانه ما بغاش، في حاله لو جاء الحصان هنا فانه يخشى من مضايقته على هذه الطريقه. اذا لهذا السبب الحصان عاد هنا من اجل الانتشار مجددا على هذه الطريقه. اذا الحصان كافاليي اودوي استعدادا لانتشار قطار اخرى، فودي ودي 7. اذا خروج ودي 7 كما قلنا، هناك تبادل، ثم ربما يقوم بالجرون روك، وهذه بالنسبه للاعب الاسود فانه نقله جميله جدا في الاخذ بدي برون سي 6. اذا قلنا فودي 7 كافاليي بي سي 3 من اجل الانتشار جرون روك كان متوقعا، فو اف 4 الضغط على هذا البيضاق حتى لا يقوم لوروا بهذه الطريقه، ثم يقوم بالضغط على هذا البيضاق حتى لوروا لا يقوم بهذه العمليه. فيما بعد كما عرفنا سابقا انه جرون روك دائما يلزم الأسود أنه يحرك الروا على هذا الشكل، أو يقوم بهذه العملية
مادام أنه هناك ليس هناك فيل أبيض. إذن هذا هو الهدف من وجود هذا الفيل، وهو الضغط على هذا البطق حتى لا يترك المجال للاعب نروى على هذا الشكل عندما يأتي الحصان هنا للضغط على هذا البطق. إذن هذا هو الهدف. لماذا؟ لأن هناك بيدق ربما يقوم بالضغط عليه بالبيدق، فإذا ما قام التحرك هنا فإنه يضغط مرة من جديد على هذا الفيل حتى لا يقوم بانتشار القطع الأخرى. إذن هذا هو السبب وجود هذا الفيل، يمنع هذا الفيل من الانتشار. في حالة ما انتشر في هذه المنطقة فإنه يمنع الحصان من التحرك هنا، فإذا ما قام هذا الحصان هنا فإنه يقوم بالضغط عليه على هذا الشكل. إذن فأنت تكون نقلة جديدة بالنسبة للحصان هنا، ثم الضغط من جديد على هذا الشكل، ثم هو إذن هنا يبقى هناك بيادق في تقدم مستمر بالنسبة للأبيض. إذن لاحظنا أنه روك ثم فيل اف 4 فوز سي سي 6. لاحظنا فوز سي 6 لأنه يضغط أولا يمنع الأبيض من جرون روك، ثم يمنع مرة أخرى من وجود هذا الحصان في هذا الخانة حتى لا يتهدد هذا البيدق. إذا هنا وجود هذا الفيل ولمنع تنقل هذا الحصان على هذه الخانة. إذا هنا لاحظنا أن الأبيض مرغم بأنه يقوم بجرون روك في هذه اللحظة. إذا قلنا فو سي 6 بتيروك، طبيعي أنه يدير بتيروك. كافالي اف 6، كافالي اف 6 اف 3 كما قلنا سابقا أنه من الأحسن أنه يقوم بهذه لحماية هذا الخانة، ثم العودة بالفيل من جديد على هذا الشكل. هنا حماية البيدق لأنه محمي فقط بقطعة واحدة، فتدعيم الحماية من جديد حتى إذا ما جاء هنا فإنه يقوم بخلخلة لاتور، ضغط عليها بهذه الطريقة، ثم إذا ما جاء هنا فإنه يعود بالفيل للضغط على هذا البيدق حتى يتسنوا له بالضغط على هذا الحصان على هذا الشكل. إذن هنا لعب الحصان اف 6، قلنا فيل حصان عفوا قلنا كافالي اف 6 اف 3 اف 3 فو 7 شي عادي اف 7 تهيئ لتور، ثم العودة ربما للاعب على هذا الشكل. هذا هو الهدف غالبا ما تكون استراتيجية ديال الأسود على هذا الشكل، ثم العودة بالفيل على هذا الشكل، ثم يقوم بهذه النقلات، ثم ليلعب هذا الفيل على هذا الجناح حتى يتمكن من إعطاء فرصة لتور في هذا المحور. إذا تور أهويت رب عفوا فو أسات عفوا فو أسات كافالي جي 3 تمهيدا للضغط على الحصان الفيل، ثم البيدق. إذن هذا هو الهدف من وجود هذا الحصان هنا، ومن جهة منع
هذا الحصان من الضغط على هذا الفيل، ثم من جهة ثانية الضغط مجيء الضغط على هذا الفيل. لاحظنا جي 6، لاحظنا جي 6 لمنع هذا الفيل، عفوا الحصان. ثم هناك جي 6 تور اف او 1، هنا سنة له الضغط، ثم الضغط نقلة جميلة جدا بالنسبة للتور، لأن لديها هذا المحور للضغط على الحصينات ثم على البيدق. ربما هذا البيدق يصل إلى هذه الخانة، ربما تكون له تأثيرات فيما بعد عندما يكون هناك مساعدة من طرف هذا الحصان وهذا الحصان. إذا سنرى كيف سيعالج الأسود وجود هذا التور تمهيدا للضغط على هذا الفيل. إذا ربما الحصان سيأتي على هذا الشكل ثم يقوم بهذا التبادل، غالبا ما يكون هذه النقلة لأن الوقت قادم بالنسبة لهذه النقلة هنا ثم هنا غير مجدية، لذلك نرى تور كافالي دي 7. كافالي دي 7، لاحظت كافالي دي 7 يعني لازم هناك من الضغط هذا الشكل، ربما يكون بالنسبة للأسود لكن أحسن. إذا كافالي دي عفوا كافالي دي 7 كافالي دي 1 كافالي دي 1 من المغزى من كافالي دي 1 ربما للعب بهذه البيادق. كافالي دي 1 نرى أنه نقلة زائدة فقط، يعني البحث عن هذه الخانة ربما لن تعطي نتيجة إيجابية أكثر من جهة، من جهة ثانية إذا ما جاء هنا فإنه يكون الضغط على هذا الشكل. إذا هنا هذا الحصان كان المفروض يلعب هنا على الشكل، كان أحسن، كان المفروض أنه يلعب على هذه الطريقة، فإذا ما قام بالتبادل فإنه يضغط على هذا فيه ثم يجي هنا. إذا هناك سنرى لماذا، سنرى عفوا لماذا دي ان كافالي دي ان، سنرى النتائج فيما بعد لكافالي دي ان. انا كافالي دي 5 كما قلنا كافالي دي 5 كافالي دي 5 ليست في مستوى كما قلنا، سيكون هناك ضغط بحالة ما أخذ فإنه يقوم بهذا، ثم يقوم بالضغط على هذا البيدق
إذن هذا البيدق سوف يكون تحت سيطرة الأسود في جميع الحالات، فهو سيكون تحت سيطرة الأسود. لذلك الحصان جاء للعودة إلى الخلف، لتهيئ مجال آخر ربما على هذا الشكل، ثم على هذه الطريقة ربما تكون أكثر نجاعة من هذه. إذن هنا وجود حصان هنا ربما لبناء هجوم مرة أخرى على هذا الشكل. إذن هذا هو الوجود حصان دي استعدادا للضغط على هذه الخانة ثم هذه الخانة بعد اللعب بهذه الطريقة. إذن كافالي دي ان، كافالي بي 6 كافالي اف 1 كافالي اف 1 يعني بناء تور دي 7 تور دي 7 فو او 3. لماذا الأبيض يضايق الأحصنة؟ هذا ما لماذا الأبيض يضايق الأحصنة؟ هذا خطأ يعني فادح. لماذا الأبيض يضايق الأحصنة؟ إذن فوق تروى تور اش دي ويت. لاحظوا كيف يقوم ببناء الأسود يقوم ببناء الهجومات، في حين أن الأبيض فهو يقوم بمضايقة القطاع. يعني هناك خلل ما بتروى لمنع البيدق من التحرك، من البيدق أو الحصان، فما تتبعوا هذه النقلة فيما بعد، لأن الحصان يتحكم في هذه الخانة. إذن بيتروا سيكات الهدف من سيكات هو إذا ما أخذ يريد إزالة هذا الفيل. الهدف منه هو إزالة هذا الفيل من هذا الخط حتى يتسنى للفيل اللعب بشكل جيد في هذه المحاور. إذن هذا هو الهدف من وجود هذه النقلة، وإزالة الفيل من هذه الخانة، لأنه مجبر على أنه يقوم ب لأنه إذا ما لم يأخذ سيكاتس رغم أنها فهي جميلة. سيكاتس على أين؟ فو بي 6 أعتقد
فقط أنه قمنا بنقرتين أسودتين، قلنا بطروة سي كات فو بي سيس. هذا هو الخطأ الذي ارتكبه الأبيض. أعتقد أنه يريد التخلص من هذا الحصان، لكن لربح بيدق، لكن ومنحه مجالا واسعا للأحصنة دون تهديد من أي بيدق. يعني هذا هو الخطأ الذي ارتكبه الأبيض في هذه المقابلة. إذن B6 C prend B6 C prend B6 B prend C4. هذا هو الخطأ. نلاحظ الفيل كيف سيتحكم في هذه المقابلة. Here becomes الضغط على هذا اللتوف. الضغط على اللتور. لماذا؟ لأنه لديه فقط أنه هذا البيدق لحماية هذا اللتور. لماذا؟ لأنه دوتور يضغط على هذا الحصان في حالة ما إذا قام بالتور هذا الشكل، فانه سيقوم باخذ هذا الحصان، لان النقله الوحيده التي يملك هي هذه النقله، وفيها بهذه النقله ماذا كسب الابيض؟ كسب هذه الخانه بالتور فيما بعد، لانه غادي يقوم بإشيك ثم إما أن يلعب أو أن يلعب احتمال، أو يلعب بهذه النقلة، أو يتحرك على إلى هذا الجناح. إذن هنا لاحظنا أن الأسود قام بالضغط على هذه اللاتور. إذن قلنا B6 فو B4 C3 فو C5 روا H1 تور D3. هذا هو الكلام الذي هدفه من هدفه هنا، هو للضغط على هذا البيدق للتحرك حتى يتسنى لتور لمجيء هنا للضغط على هذا البيدق. إذن هناك إلزامية أنه هذا البيدق فهو للأسود عندما يقوم بهذا الشكل أو يقوم بالضغط على هذا الحصان. كان من الممكن أنه يضغط على الحصان لكان أحسن، عوض اللعب هنا كان يلعب بهذا الشكل، حتى في البداية كان كذلك، حتى في البداية كان كذلك، لأنه إذا هناك ترتيبات يقوم بها الأسود لبناء الهجومات على الأبيض. إذن فوسك روا دي أن تور دي تروا، هناك ليس هناك أي جديد بالنسبة لكلا الطرفين، بل هناك تعادل على مستوى تكتيكات. ليس هناك أي أسواقية في حالة ما إذا جاء هنا فإنه يقوم هذا الحصان بالضغط على لتور و إذا هنا هذه اللعبة غير ممكنة في هذه الحالة.
إذا إيه فو قلنا مثلا قلنا تور دي تروا، نعم تور دي تروا تور سي أه مرة أخرى مرة أخرى ربما يقوم بالضغط على هذا التور وتقوم بهذه النقلة الأبيض في حالة غير عادية في هذه المقابلة. إذن تور سي أ أفايف وكان ممكن ممكن يقوم بهذه العملية. ماذا لو قام بهذه العملية؟ إذا ما أخذ أنه يقوم بأخذ، وإذا ما أخذ أنه يقوم بشيك إيمات عوض F5. هذا في حالة ما إذا ما أخذ بالبيدق، لأن مجيء لتور هنا مجيء يعني يهدد أمن الأبيض. إذا لم يأخذ فإنه يقوم بأخذ ثم أخذ على هذا الشكل. لديه خيارين اثنين، الخيار الأول هو أن يأخذ، إذا ما أخذ فإنه يأخذ على هذا الشكل، إذا ما عاد فإنه يقوم بأخذ هذين، أخذ هذا الشكل هذا ثم يأخذ ثم يأتي للضغط على هذا البيضاق، وإذا ما جاء هنا فإنه يقوم الضغط على هذا البيضاق، وإذا ما جاء هنا لحماية دائمة من البيضاق فإنه يقوم بالضغط على هذه الحصان. إذا الهدف سوف يقوم بالضغط هنا ثم هذا تحت ضغط فإنه يقوم كذلك على هذا الشكل، يلعب هنا لحماية هذا الورق. لاحظوا كيف أن الأسود ربما لازال هناك تعادل بين اللاعبين في حالة ما لم يأخذ هذا الورق. إذا لاحظنا F5 كانت ستعطي مجالا واسعا للاعب بالنسبة للأسود في حالة ما إذا لم يأخذ. إذا هنا الأسود قام ب A5 عوض F5 قام ب A5. تحديدنا إذا ما جاءت نقلة من F. إذن
Renoir A5, cavalier D3, cavalier D3 et F5. جاءت هذه النقلة مرة أخرى، لماذا؟ لأن الأسود ثار انتباهه بأن هذا الحصان سوف يتنقل إلى هذا المكان، يجب وقفه عند حده على هذا الشكل. إذن هنا وجود الحصان يريد الضغط عليه بأحد البيضاقين. هذا هو الحاتم، إذا أخذ فإنه سيأخذ، وهنا يقوم بنفس العملية التي قمنا بها مسبقا. لاحظوا، يعني لازم العودة مرة أخرى بهذا الحصان لحماية هذه الخانة. إذا ما أخذ فإنه يعود بالحصان على هذا الشكل. إذن هنا لاحظنا كيف قام الأبيض الأسود بهذه النقلة. لنرى إف، قلنا إف 5، أو برون إف 5، أح أو برون إف 5. جي برون إف 5. H3، يعني أدرك على أنه هذا الحصان سيكون مسموما لدرجة أنه حتى إذا ما أخذت. إذا لذلك قام في فتح هذه الخانة. إذا هنا لاحظنا صاحبنا جي اش 3 للهروب من الفخ الذي كاد ان يسقط فيه الابيض. اش 3 كافالي دي 6 اش 3 عفوا اش 3 تور جي 8 تور جي 8 سيهيئ هذه، لكن سوف يقوم إذا ما جاءنا فهو يقوم بهذا الشكل. لهذا السبب جاءت جي 8 هناك. تور جي 8 كافاليي دي 5 كافاليي دي 5 لاحظوا كيف قام بتضحية ببيدق. كافالي دي 5 و برون دي 5، طبيعي انه لديه البيدق. بيون برون تور برون دي 5 تور برون دي 5 تور سي دي 1. هذا خطأ من جديد مرة أخرى. تور سي دي 1
غالبا التبادل. لأنه ربما يترك له المجال على هذا الشكل. أحسن بالنسبة للأبيض، إذا ما أخذ أنه يأخذ دور ويطلب من جهة، وإذا ما أخذ فإنه يطلب لنرى كيف سيقوم ب دي ان تور سي دي ان تور دي ان اخذ تور دي ان تور بون دي ان. هذه مثال اف كات اف كات إذن إف كات روا تور بون ويت انتقل إلى البيدق تور بون ويت أكات. روا سيسات اشكات اشكات ولا اشكات يعني شو قليل شيئا ما مغامرة بالنسبة لأنه يأتي هذا الشكل من هنا ينتقل على هذا البيدق. الهدف منه هو خروج ثم ذهاب هنا مهم أشكت روسيسيس الذي لا تور حتى يقلص مجال اللاعب ديال لاتور. إذن لهذا السبب هو هنا ثم للضغط بهذا البيدق ثم التبادل ثم المجيء هذا البيدق هذا الشكل. لاحظنا أن الروا يريد مرافقة هذين البيدقين لمجال ديال البرومو مجيء الروا هنا يفتح مجال للفيل المجيء هنا للضغط على هذا البيدق مرة أخرى. إذا ما أخذ صعد هنا فإنه يقوم بالضغط على هذا الشكل ويمنح مجال للضغط على هذا البيدق ثم بالنسبة للروا يأخذ هذا البيدق ويكون مقابلة من هي بالنسبة للأسود. إذا هنا ربما الرؤية أصبحت واضحة بالنسبة للأسود بأنه أصبح بحكم هذا البيدق وهذا الفيل الذي يتحكم بهذه النقلة هذا البيدق، لأن الخطأ ارتكبه من قبل كان علي أن عندما كان هنا كان يقوم بهذه العملية عوض لاتور. فيما قبل كان لاتور سي ان قام بالدي ان، يعني هذا هو الخطأ. كان مفروض أنه يلعب بهذه النقلة اللي كانت أحسن. إذن الأسود استغل الفرصة قام بالتبادل ثم قام بخنق الحصان في هذه الناحية، لذلك أصبح مجال لعب بالنسبة للأبيض مجال ضعيف جدا، حيث آخر نقلة قام بها هي هذه النقلة ثم تتبقى له هذه النقلة
فهي غير كافية بالنسبة للأبيض حتى يكون مهيئا لأحسن الظروف. إذن هنا لاحظنا كيف الأسود يتحكم في الرقعة، والأبيض قام بخنق هذه الأحصنة منذ البداية عندما جاء بالفيل هنا، فقام بخنق أحصنة نتاعو، لذلك ليست حرة في مجال اللعب، كان ممكن تكون أكثر انتشارا داخل الرقعة بحين أنها تراجعت إلى الخلف، وهذا هي المشاكل التي يقع فيها اللاعب في الافتتاحيات. إذن الافتتاحية كانت بالنسبة للأبيض غير مجدية، لذلك نلاحظ أنها جاءت على هذا الشكل. قلنا نعود إلى المقابلة، عفوا نروى وسي 6 سي 4، لاحظوا يقوم بإنهاء النقلات المتواجدة فقط، فوب بي، لاحظوا يهيئ هذه النقلة، فوب بي كما توقعنا، فوب بي كات روا اش 3، روا اش 3. إذن هنا بالنسبة لي أعتقد بأنه سيكون لديه مستقبلا أي تحرك، رواء أشطر وترقع ترقع تربرون رواء برو، دائما الحصان ليس لديه أي مكان للخروج. ثم الأروع في حد ما جاء هنا فإنه يقوم الملك بتحرك هنا، إذا ما أخذ فإنه سيقوم بأخذ الآخر، إذا ربما يقوم بهذه الطريقة، لكن إذا أخذ هنا ترى إذا فوق روجي كات شيء طبيعي، روجي كات روجي 4 روي سي 5 روي اف 4، هذا بيدقو وهذا بيدقو. إذن بالنسبة للأسود لديه خيارين، إما يأخذ بيدق هذا البيدق أو يأخذ هذا البيدق. إذن الأحسن يأخذ هذا البيدق، لماذا؟ لأنه هذا البيدق سيقوم بمساعدة هذه البيدق للوصول إلى بروموسيون. أما بالنسبة لهذا البيدق هناك إشكال، يعني جيد سنرى كيف سيختار رو سي 5 رو اف 4 روا سي 4 روا برون سي 4 روا اف 4 إذن روا اف 4 هذا الحزام روا اف 4 لماذا ترك هذا البيدق وجاء بالروا إلى هذه الناحية؟ لأنه في حالة ما قام بهذه النقلة سيقوم الروا بهذه الناحية، وإذا ما خرج الحصان هنا سيربط بهذه الطريقة، وإذا ما خرج الحصان هنا فإنه سوف يوصل يأخذ بهذه الطريقة، ثم يأخذ ثم يقوم بهذه النقلات، ثم يأخذ ثم يقوم
لاحظوا ثم يقوم بالبروموسيون هذا هنا ويأتي بردعم للضغط على هذا البيضة. إذا هنا لاحظوا كيف الأبيض فكر جيدا على أنه يجب إزالة الملك تضحية ببيضق من أجل نشاط هذا الحصان. هذا هو الهدف من إذا أخذ هنا. إذا كان ممكن أنه يقوم بشيك على هذا الشكل هذا، لكن في هذه الحالة سوف هنا ثم يأخذ. إذا لماذا لعب روا كات؟ روا كات روا جي 5 لعبت روا بي كات. فيه قلنا إذا ما لعب هنا فإنه سيقوم بلعب هنا، إنه إذا ما قام بالطريقة إنه سيأخذ ثم يقوم بهذه الطريقة أو على الشكل ثم يأخذ البيضق في تقدم. إذا هنا لهذا السبب إذا ما لعب هنا أو لعب هنا أو لعب هنا فإنه يقوم دائما باللعب نحو هذا البيضق. لذلك هو جاء هنا لإعطاء فرصة للحصان للعب بشكل جيد فيما بعد. أوكي، هذا هو خلفيات أوكاتس. فو اشكات زمن هنا اشكات جي 3 جي 3 فو دي 8 كافالي اي 3 روا بي 4 روا بي 4 روا دي 3. لاحظوا هناك خطأ بالنسبة لي، هذا الفيل فهو يأخذ ليس مشكلة. قلنا فو بي 4 روا دي 3 روا أكات روا سي دوي روا سي دوي روا بي 5 روب بي 5 اف كاتس هو سي 5 اف 5 5. هنا مغامرة فقط قام بها الأبيض، ربما يقوم بهذه النقلة ثم يقوم بإنهاء المقابلة لصالح الأسود. لأن هناك قلنا F5
F5, roi D6. Roi D6. G4, B5, d'après B, allez, normal, B5, cavalier D1, voilà, voilà, جاء المضايقة البياضيق كافالي سي تروا ضغط على البيضق في الوقت اللي ما فيش حتى شي عنده حتى شي نتيجة إيجابية في هذه النقلة لأنه ضغط بهذا الشكل يعني نهاية المقابلة إذا بيكات تمام بيكات كافالي أكات أوكي بيكات لمنع من العودة هنا ثم للضغط هذه العودة إلى هذا المكان لأنه إذا ما عاد هنا فإنه سيقوم بذهب على هذه الشكلة ومن ثم سوف يقوم بذهب بالبيض إذا ديكات روا روا ديكات كافالي بدوي كفالي بي دوي بي فايف بي فايف روا بي تروا مرة أخرى هو مجبر مجبر فيه أنه يلعب ب مجبر فيه أنه يلعب هنا حتى يربط هذا الحصان بعدم التحرك في حالة ما جال فيه هنا وتحرك الفيل فإنه سيقوم بشيك ثم الضغط على الملك لذلك الحصان يجب عدم التحرك في حالة ما جاء الفيل هنا إذا قلنا روا بيت روا روا بتروا فو او سات طبعا فو او سات جي فايف جي فايف جي فايف وكما قلنا انه ليس لديه اي مجال فانه جي فايف ياخذ بالفيل طبعا اكات هناك اكات ربما لماذا أكت؟ لماذا جي؟ جي فايف ولم يأخذ؟ طبعا هناك مجال لأنه هذا البيدق
مجال واسع للبروموسيون والدخول إلى خانة ديال الترقية. إذا لذلك قام بهذه العملية للضغط مبكر التبادل بهذا الحصان. إذا A4 cavalier prend A4 pion prend A4 roi prend A4 ممكن بهذه الطريقة يكون أحسن بالنسبة للأسود. لماذا؟ لأنه هذه النقطة غير ثم يعود بهذا الشكل ينهي مقابلة بامتياز. إذا هذا هو الهدف. لماذا قام بإعطائه تبادل بكات؟ النقلة التي قام بها هي E5 حصان E5، يعني ليقول للأسود بأنه فقط أن المقابلة انتهت ويجب الأبوندون فقط. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة إذا ما جاء هنا فإنه يقوم بهذه الطريقة ثم يقوم هكذا ثم يأخذ، وإذا ما أخذ فإنه هذا البيدق بعيد كثير البعد عن البيدق ثم يأخذ. فهناك طريقة أخرى لفوز بالنسبة للأبيض بشكل عادي في الوقت عدم، إذا ما استغنى على هذه النقلة التي كانت ربما غير مجدية. كان المفروض أنه الأسود يلعب هنا، فإذا ما دفع قام بدفع البيدق فإنه يأخذ، وإذا ما أخذ فإنه يقوم بالعودة بالفيل هنا ثم هذا البيدق يأخذ طريق بشكل عادي بالنسبة للبروموسيون. الشق الثاني اللي يمكن يعني يؤدي إلى نهاية هذه المقابلة في حالة ما دفع فإنه يعود على الشكل، فانتهت المقابلة فإنه يقوم على الشكل ثم يأخذ مبادرة ثم تنتهي المقابلة بنفس الطريقة، عوض ترك هذا البيدق والذهاب إلى هذه الناحية. فربما هنا جاء الأبيض هنا على هذا الشكل، فالنوروا بيتروا ثم F5 أخذ، وهنا الأبيض أبوندون في نفس الحالة كما كان في مسبقا. لذلك أتمنى أن تكون هذه المقابلة، رغم أن طول المقابلة طويلة جدا، ولكن هي ممتعة جدا بين لاسكر وستاينز سنة 1894. تعرف المقابلة ديال ذاك الزمان ما كانش فيه كمبيوترات، ما كانش فيه تحليلات أكثر. لذلك أتمنى أن هذه المقابلة تروحكم وتعجبكم، والضغط على زر لايك وسبسكرايب حتى يصل